حلقتنا النهارده هنعرف مع بعض ازاي نطبع من الفلاش ميموري في الطابع الكانون MF512X، يعني اي ملف بي دي اف او صوره انت حافظه او مخزنه في الفلاش ميموري هتقدر تطبعه بدون ما تستخدم الكمبيوتر ولا اللابتوب. فكل ده هنعرفه مع بعض لكن بعد الفاصل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم اخوانا؟ من ايه اخباركم؟ ايه ان شاء الله تكونوا بخير وفي افضل حال. معاكم احمد السيد من قناه كانون بالعربي، وحلقتنا النهارده هنعرف مع بعض ازاي نطبع من الفلاش ميموري في الطابع الكانون MF512X، وان شاء الله الحلقه هتنال اعجاب. اول حاجه هنعملها هنجيب الفلاش ميموري بكل سهوله، ولازم يكون متخزن فيه الملفات بصيغه البي دي اف او الجي بي جي. واي حد يقول لي طب باوربوينت او اكسل او وورد، اقول لك ما ينفعش، لازم يكون بي دي اف او جي بي جي. بعد كده هننزل تحت شويه عند ندخل الفلاش ميموري ده ونجيب الفلاشه ونركبها عادي جدا. بعد كده هنروح لشاشه الطابع عادي جدا ونختار طباعه وسائل الذاكره. بعد كده نختار تحديد ملف وطباعه. طبعا انا عندي ملفات كتير قوي بصيغه البي دي اف والجي بي جي، فاي حاجه بي دي اف هتلاقيها مكتوب جنبها بي دي اف. واول حاجه هنطبعها مع بعض اي ملف بي دي اف قدامك، وليكن كلمه ويلكم اخترتها خلاص. ثم هنختار تطبيق، ودي قائمه قبل الطباعه. اول حاجه هتقابلك عدد النسخ وجنبها رقم واحد، يعني انت كده هتطبع الملف ده نسخه واحده. طب افرض انا عاوز اكتر من نسخه، هنعمل ايه؟ ضغطه واحده على عدد النسخ، ثم معاك من نسخه لحد 99 نسخه، وليكن عايز نسختين. ثم بنختار تطبيق، تاني اختيار وتالت اختيار ما تلعبش فيهم نهائي. رابع اختيار لو انت عاوز الملف ده يطبع على الوجهين اوتوماتيك ولا عايزه وش واحد. وطبعا على الوجهين هو معمول ايقاف، فلو انت عاوز تشغل خاصيه الطباعه على الوجهين ضغطه واحده على الوجهين. ثم بنختار تاني اختيار وهو تقويم، وخامس اختيار معانا وهو جوده الطباعه. ثم هنختار الكثافه، وهنا تغميق وتفتيح معدل النسخ. ازاي؟ يعني كل ما المؤشر اللي في النص ده يروح على الزائد فمعناه انك بتغمق الصوره. كل ده كده تغميق، كل ما هو رايح للسالب هنا معناه انك بتفتح الصوره اهي كده، والوضع الافتراضي بتاعها اللي في النص. ثم بتختار اذا كنت هتفتح الصوره او هتغمق الصوره، ونضغط على تطبيق. ثم بنرجع خطوه ورا، ظبطت جميع الاعدادات بتاعتك، بتضغط على زر التصوير. ثم بتنتظر. طبعا انا مختار وش ودار، فبالتالي الورق هيطلع كل وش ودار. ادي اول ورقه، وش اهو والظهر اهو، اهو وش والظهر. طبعا انا مختار نسختين، دي كده ودي كانت نسختين اللي احنا طبعناهم مع بعض. الموضوع سهل كده. طب ولنفترض انا مخزن صوره عندي في الفلاش ميموري وعاوز اطبعها، هنرجع خطوه لورا. طبعا انا مش شايف اذا كانت صوره ولا بي دي اف، انا هغير القايمه بحيث اعرف اذا كان بي دي اف ولا جي بي جي. هنضغط على زرار الهوم لو المنزل دوت، ثم نضغط على نعم، ثم بنخش على القائمه، ثم بننزل تحت شويه ونختار اعدادات الطباعه وسائل الذاكره، ثم بنختار تاني اختيار اعدادات افتراضيه للطابعه، وبنختار صوره. بعد كده بنضغط على هوم ونخش على طباعه وزاره الذاكره. بعد كده بنختار تحديد ملف وطباعه، هنا هتلاقي ظهر لك صوره، كده معناه ان دي صوره عشان تتنقل ما بين الملفات بالاسهم اليمين. اهو ده ملف بي دي اف، طبعا انت بتسمي ملفات البي دي اف بالاسامي عشان تقدر تعرفها جوه في الطوابع. نختار الصوره اللي احنا عايزينها، مثلا الصوره دي انا عاوز اطبعها والصوره ظهرت قدامي وانا شايفها كويس، هنعمل ايه؟ ضغط على الصوره عادي جدا كده، ثم نختار تطبيق. ثم طبعا بتظبط اللي انت عايزه، وطبعا الجي بي جي او الصور مفهومش طباعه على الوجهين اوتوماتيك. فبتعمل ايه بعد كده؟ بنضغط على زر التصوير. وزي ما انتم شايفين الصوره انا طبعتها بالابيض والاسود فقط، لان الطوابع ما فيهاش طباعه بالالوان. حبيت اوضح لكم حاجتين مهمين جدا، مش اي فلاشه وبتركب وبتشتغل على الطوابع، لان ممكن تركب الفلاشه والطوابع ترفضها. وانصحك انك تشتري فلاشه بنفس الشكل كينجستون، بنفس الشكل كده، وتحطها في الكمبيوتر او اللابتوب وتفرمطها على صيغه فات 32. وقبل ما تركبها بتعمل خطوه مهمه جدا عشان تشغل الفلاشه على الطوابع. بنروح على القائمه وبننزل تحت خالص، اخر اختيار اعدادات اداره النظام، هيطلب منك بن، طبعا بن من 7 لـ1 عد تنازلي اهو. تطبيق، ثم بيطلب رقم البن اللي تحت 7 6 5 4 3 2 1، ثم تطبيق، ثم بنضغط على زرار الاي دي وبنختار تحت هنا اهي تشغيل ايقاف طباعه وسائل الذاكره اهي.
لازم تتاكد انها معموله تشغيل. لو معموله ايقاف خليها تشغيل، بعد كده بتطفي الطوابع وبتشغلها، هتلاقي الفلاشه قرت معاك بكل سهوله. وطبعا لو اي حد دخل على اي حاجه في الاعدادات وظهر له الرقم مدير النظام ورمز البن وما عرفش ايه هو الرقم او دخله بالطريقه غلط، فمش هيقدر يخش في الاعدادات نهائي. طب انا عايز اخش على الاعدادات اعمل ايه؟ الموضوع سهل جدا، هتفرمت الطوابع بالطريقه دي، هنضغط على زر الهوم ثم 2 8 ثم هوم، هيظهر لك القايمه دي، هنختار كوبير ثم فانكشن ثم كلير ثم اول ونعمل يس. انت كده عملت اعاده تهيئه للطوابع بالكامل. ولما يطلب منك معرف مدير النظام ورمز البن من 7 لـ1 عد تنازلي وهيشتغل معاك بكل سهوله. وبعد ما خلصنا اعاده ضبط المصنع هتطفي الطوابع وتشغلها من زر التشغيل. هتختار اللغة بتاعتك من تاني اللي هي اللغة العربية، هتلاقيها تحت خالص. اي عربيك. هتختار يس. وهنا بقى بتختار اي حاجة اخرى. التالي التالي التالي. اي حاجة. التطبيق. لا. لا. وبكده عملنا اعادة ضبط مصنع للطوابع. وبكده انتهينا من موضوع حلقة النهاردة. اتمنى انه نال اعجابكم. اتمنى الموضوع يكون نال اعجابكم. منتظر اي استفسار لكم بخصوص طابعات كانون. كان معاكم احمد الساد من قناة كانون بالعربي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.